وهاي طبعا اللي يحب يخليها بالفريزر يجمدها، ومن يجوا له ضيوف شيء على غفلة يطلع وبس يطلعها برا تذوب، أو يخليها باللي شو اسمه على مذوب ويقدمها وتطلع نابز كأنه جديدة وكريسبي، وتظل يومين ثلاثة كريسبي بدون ما تصير عجين. وأتمنى من عندكم تجربون هاي المقادير وهاي الوصفة مالتنا، وكثير طيبة وجميلة. مع تحياتي. أنا يهودي مقاديرنا لهذه الوصفة هي 1 كوب سميد، 1 كوب من السميد الناعم، وعندنا 1 كوب، أي 1 كوب أنتم حسب القياس اللي تريدوه، 1 كوب من الشوفان، 1 كوب من الكسكس، وعندنا خميرة. تريدون تستخدمون كيس خميرة جاف 14 غرام، ما يعادل 50 غرام من الخميرة الفريش، وعنده حسب الرغبة وحسب عندكم الموجودة. نخلطهم كلهم هذول سوية، ونحط 3 كوابات من الماء الفاتر بدرجة حرارة 27 درجة، 37 درجة مئوية إلى 40، مو مشكلة. وتعجنوها، تخلطوها بالخلاط أو بمضرب إلى أن يصير العجين مالتنا. طبعا العجينة تكون شوية لينة وتتجانس المواد مع بعض، وبعدين خليها تختمر تقريبا شغلة ساعة، من 3-4 ساعة إلى ساعة. وبنفس الكوب نقصنا به المواد الجافة، نقيس به المي وهكذا. بعدين نخلي على قدر على النار 3 كوابة من الشكر، 1 كوب من الماء، ورشة من الليموندوزي. نخلطهم خلطة خفيفة ونحطهم على نار بس يفورون، بدون ما نخلطهم بعد مرة ثانية، بس يفورون. نصي النار، خليهم يفورون تقريبا 3 دقائق إلى 4 دقائق على مود يعقد ال شو اسمه مالتنا الشيرة تعقد، وتصير جاهزة أو أكثر من 3 دقائق، وحسب الطباخ، كل طباخ له قوته. وبعدين نتركه إلى أن يصير دافي أو بارد. وهاي الخميرة بهذا الشكل خلينا تشيز كامل، ووزنه تقريبا 14 غرام، أي من هذا الناشف ملعقتين إلا شوية كبيرة من الطعام الخميرة. ونخلطهم ونخلي العجين تختمر. إذا تريدون رشة من الشكر على مود الخميرة تتفاعل تصير تكبر، تصير دبل. ونترك العجينة مرة ما نخلطها خلط جيد، نتركها على سطح. لاحظوا أعزائي المشاهدين بهذا الشكل نضرب إلى أن تتجانس المواد. تعرفون أنه هاي المواد ناشفة، واللي حطيناها أيضا مواد ناشفة، يراد لها وقت إلى أن تشرب المي. وهذا عايد لكم إذا تريدون تحطون القليل من شو اسمه الطحين أيضا، بس أنصح تطبقون هاي أول مرة وشوفوها، وأنتم تقدرون تعدلون بالطحين. وهذا العجينة مالتنا هي صارت، أو الخلطة مالتنا بهذا الشكل. نخلطها كمان مرة ثانية إلى أن تتجانس بشكل جيد، وبعدين نتركها تختمر. هسه اختمرت العجينة مالتنا، نحضر الطاوة، خلي بيها زيت ونخليه بس هسه نقطعها هيج.
طبعا إذا تريدون دوائر تريدون بهذا الشكل تسووها انتو حسب الرغبة. هاي ما بيها لا بيض لا حليب لا أي شيء، مي، وهاي المواد اللي قلنا لكم عليها، الكسكس والمانا جرين والهاف جرين، كل واحد كوب كوب المقادير، وبعدين مي وكوب من او باكيت من الخميرة إذا تريدون خميرة جافة أو خميرة فريش حسب الموجود من وياكم. إذا فريش تكون خميرة 50 غرام، وإذا من ناشفة تكون 14 غرام تشيز كامل تحطوه وتخلوها تخبطوه سوية وتخلوها تختمر تقريبا ساعة، وبعدين تسووها فرن تحطوها بكيس الحلواني وتقلوها، وبعدين تنزلوها بالشيرة، وتريدون تخلون بس شكر مثل التشيروس العادي، شكر ودارسين أو نوتيلا، انتو شنو اللي تحبوه تخلون. وبعدين من تحمر نشيلها من الدهن ونخليها على صبحة بمصبات على مود ينزل الدهن مالتها تتصفى، وبعد ذلك نحطها بالشيرة. طبعا الشيرة مالتنا نكون مجهزيها 3 كوابة من الشكر كوب من الماء، او تريدون كوبين من الشكر وكوب من الماء، ونفضل كوبين من الشكر وكوب من الماء، وخليش رشة ليمون، ونتركها على نار بين ما تغلي الى ان تعقد، ونطفي النار مالتها ورا 5 دقائق ماكسيمال 10 دقائق، وبعدين نخليها تصير دافية. هذا الدهن مالتنا نخليه شوية يحمى، وبعدين ننزل بقية الجوريس مالتنا او الداطلي، كل منطقة يسموها فد شكل. تشوريس هو الاسم الاسباني مالتها، ونقدر نسوي بس من الطحين والزيت والزبد والمي. احنا سوينا هاي الطريقة على مود ينشف ويبقى تقريبا 3 ايام 4 ايام ما يصير طري، ونقدر نخزنه بالفريزر نطلعه مرة ثانية من الفريزر، ايضا ما يصير له شيء. تريدون تسووا مشبك مثل المشبك دوائر، تريدون تسووا طويل، تصيرون حلقات حسب انتو التشكيلة اللي تريدوها. والعجينة مالتها ما تكون قوية مثل الداطلي العادي، تكون شوية لينة. شوفون ده تلاحظون انه بدون مقصم هنا اقدر انزلها، وتجي بسهولة تنزل وتتقطع من عندنا هذا الشكل، ونكمل باقي العجينة كلها بهذا الشكل، ونقسمها إلى أقسام. قسم نخلي له دارسين، والقسم دارسين وشكر، والقسم الثاني نخليه للنوتيلا. وبعد ما نخلص نشوف انه كفاية الدهن صار اوكي، يعني المقلاة مالتنا او الطنجرة مالتنا صارت اوكي. ناخذ هذا اللي قليناه يكون نزل من الزيت من الصفة، ونحطه بالشيرة لمدة معينة من 10 ثواني الى 15 ثانية حسب احنا ايش قدر نريد يكون بيه حلى. وهذا نبدي نشوف اذا صار احمر نقلبها على الجهة الثانية على مود ياخذ شكل احمر الجهة. وهسه راح نجربها قدامكم ونشوف شلون، نسمع شلون الخرمشة مالتها. طيبة مقرمشة من جوا طرية. اتمنى ان تجربون هذا الريسبت وتنطونا رأيكم بيها، كثير كثير طيبة.
إن هذا شكلها النهائي. هاي بالقطر أو بالشيرة غطسناها وطلعناها تقريبا بتلت 15 ثانية أو أنتوا حسب ما تحبون. وهاي بلا قطر حطينا دارسين وشكر، وهاي النوتيلا اللي يريد يحط دارسين عليها وشكر مخبوطين سوية، واللي يريد يحط نوتيلا. وصحتين وعافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا، وشكرا وكل عام وانتم بخير. وهاي طبعا اللي يحب يخليها بالفريزر يجمدها، ومن يجوا له ضيوف شي على غفلة يطلع وبس يطلعها برا تذوب، أو يخليها بالش اسمه على مذوب ويقدمها وتطلع نابز كأنه جديدة وكريسبي، وتظل يومين ثلاثة كريسبي بدون ما تصير عجين. وأتمنى من عندكم تجربون هاي المقادير وهاي الوصفة مالتنا، وكثير كثير طيبة مثل ما قلنا، وإن شاء الله تعجبكم. وكتبوا تعليقاتكم إذا عندكم أي استفسار أو معلومة تريدون تضيفونا إياها. وشكرا جزيلا على المتابعة، وكل عام وأنتم بخير.